بالفعل جامعة خليفة شاركت تقريبا في 3 مشروع، والمشروع الذي عرضناه نحن وقع إنجازه في قسم علوم الحاسوب بجامعة خليفة. وبعجالة أو ببساطة، هذا المشروع يتعلق بنظام ذكاء اصطناعي دوره هو فحص الأمتعة في المطارات واكتشاف أي مواد محظورة أو ممنوعة، مثل الأسلحة، مثل السكاكين، يعني أي شيء يحظر حمله في المطارات. وهذا النظام يقوم بتحليل الصور التي يلتقطها جهاز المسح السيني الإكس راي، ثم يحدد إذا كان هناك مادة محظورة أو شيء محظور موجود في المتاع. إلى جانب المطارات، ممكن استعمال هذه التكنولوجيا في الأماكن العامة، المدارس، الفعاليات الرياضية، المؤتمرات مثل هذا. كما رأيتم في الدخول هناك صحيح. جهاز ماسح، صحيح، أمتع التمر من هناك. وأي مكان يستوجب نقاط تفتيش عن طريق الماسح، أشعة إكس راي، المسح السيني. نعم دكتور نوفل الورغي، هناك أكيد يعني ابتكارات تسهم في خدمة البشرية، في خدمة الأمن والمدنيين كذلك بلا شك. نتحدث عن جامعة خليفة والابتكارات اللي شهدناها، دعنا نتحدث أيضا عن 13 ابتكار ومشروعا أو بعض الجوانب منها. ما المميز في هذه الابتكارات؟ صحيح، ممكن أول شيء أن هذه التكنولوجيا تسمح بتسريع عملية الفحص. نعم، فالآن التكنولوجيا هذه تفحص يعني أي حقيبة تقريبا في جزء من 1/1000 من الثانية، بينما الطريقة اليدوية التي يقوم بها فحص الأمتعة تستغرق أو ما يقارب عن 10 ثواني. نعم، فهذا بالتالي يخفف من الانتظار، يخفف الطوابير، وخاصة في توفير الوقت والجهد يعني بالنهاية. نعم، في ساعة الذروة. صحيح، كذلك هذه التكنولوجيا تساهم في تخفيف العبء على الفحص الفني، خاصة في ساعة الذروة لما عليه أن يقوم بفحص عدد كبير من الأمتعة، فبالتالي حالة الإرهاق والتعب ممكن تؤثر على مردوده. صحيح، فهذه التكنولوجيا ننظر إليها كمكمل، كمساعد، وليس كمعوض أو كبديل. نعم، الفني، أو ليس كبديل أبدا أبدا. نعم، لكن أنا في اعتقادي لجنب هذه المزايا الفنية والتكنولوجية، أعتقد أهم ما يميز هذا المشروع هو أنه منتوج إماراتي لحما ودما. نعم، وقع إنجازه في جامعة إماراتية، جامعة خليفة، عن طريق كفاءات محلية تضم أساتذة، تضم كذلك باحثين وخاصة طلبة. نعم، وبالتالي فأرى أنه هذا يندرج في سياق رؤية جامعة خليفة في تكوين كفاءات وطنية محلية في مجال التكنولوجيا الرقمية، بما يساهم في التحول إلى اقتصاد المعرفة. هذا اعتقادي أهم شيء ما يميز مشروعنا.